زودنا الاسعار علشان الدولار، لو الدولار نزل هتنزله؟ هتزود قد ايه؟ بدأنا نفاصل كده. ما هو ما دي واحده بس، ما هو سؤال ما منطقي. هتزودوا قد ايه؟ هتزودوا بمقدار الزياده نفسها، يعني ابو اللي اتسعر ايام ما كان الدولار ب 3 جنيه و40 قرش مثلا، النهارده الدولار ب 10 جنيه و10 جنيه وربع واكتر. هتزودوا بمقدار الزياده دي، هتضربوا في 3 4 اضعاف. لا يمكن. لا مش ده اللي هيحصل، ومش ده اللي احنا طمعانين فيه على فكره. احنا عايزين زياده منطقيه تخلينا نقدر بس ما نبقاش بنخسر مع كل علبه دواء. اللي هي توصل لكام بقى؟ الزياده المنطقيه. يعني مثلا الأدوية اللي تحت ال 10 جنيه على حسب. يعني ممكن نقسمها فئات. يعني أنا مع زيادة اللي قاله الدكتور محمد، إنه في حاجات عايزة تزيد. يعني كان في اقتراح إنه نزود أسعار الأدوية كلها مثلا 20% كروس ذا بورد كده، ما عدا الأدوية المزمنة، ما عدا ما هو مزمن، ما عدا ما هو ما ينفعش برضه، حتى دي ما تنفعش ومش منطقي بصراحة وضد المريض. احنا برضه مع مصلحة المريض أولا، لانه انا لما مش هقدر انتج المريض اللي ما بيلاقيش الدواء ب 2 جنيه و3 جنيه هيضطر يروح ابوه 80 جنيه زي ما قال اتفضل دكتور. فاحنا مش مع الزياده اللي هي غير منطقيه، لكن احنا مع زياده تخلينا نقدر نعيش وتخلي المريض يلاقي الدواء الرخيص. وتخليكم تكملوا صناعه. ونخلينا نكمل صناعه، ننقذ ويطور الصناعه الوطنيه ويطور ويطور اللي كانت زمان مفخره لمصر في وسط الدول العربيه كلها وكل طيب. الدول اسمحوا لي بينضم لي